بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات دورة المونتاج الجزء الثاني. والنهاردة هنتكلم عن الفلاتر، وإحنا ممكن نكون أخدنا في المرات اللي فاتت وعرفنا الفرق ما بين الفلاتر الانتقالية اللي بتكون بين المشهد والمشهد، ولكن في فلاتر أخرى وهي اللي بتتعرض أثناء المشهد وبيبان تأثيرها عليه. فكرة الفيديو ستوديو اكس 2 كان المنظر او الانترفيس بتاع البرنامج او الواجهة بتاعت البرنامج كانت مختلفة عن الاصدار 14 او اكس 4. واكس 4 سهلت كتير لان من خلال القائمة دي ممكن ندرك اي حاجة، سواء مثلا الفلاتر الانتقالية بتبقى هنا والنصوص بتبقى الايقونة بتاعت حرف تي، ودي حاجات خاصة بالجرافيك او زي بيبقى فيها عبارة عن قوالب ألوانية أو زي طبقات ألوانية ممكن بنستخدمها معانا. وبنيجي هنا بنلاقي في اف اكس أو مكتوب فلتر، بالضغط عليها بنلاقي في مكتبات من الفلاتر، ولو احنا اخترنا اول يعني بتجيب لنا كل الفلاتر المتوفرة في البرنامج بتاع كورل فيديو ستوديو اكس 4. الجميل ان احنا ممكن نعمل تحديث للفلاتر دي من خلال برامج اخرى، ممكن نعملها داونلود وبنسطبها فبتضيف فلاتر ومؤثرات اخرى في البرنامج. طيب احنا النهاردة هناخد فلتر هو الصاعقة اسمه لايتنينج. ازاي نقوم بادراج فلتر على الفيديو؟ اول حاجة بنجيب الفيديو اللي احنا عايزينه، بنسحبه وبنضعه في المسار الخاص بيه، وبنيجي عند المشهد اللي احنا عايزين نعمل عليه المؤثر. يعني مثلا لو جينا هنا اهو، نلاحظ ان انا هعمل قص للمشهد اللي انا عايزه او اعمل عليه فلتر هنا لهنا. هنا الجزئية دي هي اللي هيظهر عليها التأثير الفلتر اللي احنا هنختاره، واضغط FX فبتتفتح لي مكتبة الفلاتر، بختار الفلتر اللي انا عايز اشتغل عليه. النهاردة هناخد فلتر لذيذ جدا وجميل قوي اسمه لايتنينج او الصاعقة. زي ما احنا شايفين الفلتر ده بيبقى عبارة عن زي صاعقة ممكن نحركها ونتحكم فيها بكل تفاصيلها يعني. فبنسحب الفلتر وبنضعه على الجزء اللي احنا عايزين يظهر عليه. مجرد ما بضعه نلاحظ ان لو انا عملت بلاي دلوقتي اهو ظهر لنا الصاعقة على المشهد، ولكن الصاعقة دي ثابتة يعني احنا عايزين نتحكم فيها، نحركها، نغير لونها. هل كل ده ممكن يتعمل؟ هو فعلا ممكن يتعمل، ان انا بضغط على المشهد اللي عليه فلتر وبعد كده اضغط options بلاقي قدامي فيديو اتريبيوت. لو انا ضغطت على فيديو بلاقي طبعا الحاجات اللي احنا اخدناها زي كده، زي التحكم في الالوان وممكن اخد الصوت. اما اتريبيوت اللي هو بيبقى الخاص بالفلاتر، بلاقي في القائمة بتاعت الفلاتر محطوط لايتنينج او فلتر بتاع الصاعقة. طيب هل ممكن احط اكتر من فلتر على مشهد واحد؟ فعلا ده ممكن لو انا زلت هذا المؤشر من على replace last filter، كده انا ممكن احط اكتر من فلتر على مشهد واحد. ولكن لو العلامة دي موجودة وجيت سحبت فلتر تاني وحطيته على نفس المشهد بيتم الإحلال، يعني بيتشال الفلتر اللي موجود وبتحط فلتر الجديد اللي أنا ضفته. دي معلومة كده على إيه على السريع. فأنا هشيل ريبليس لاست فلتر دي وبعد كده هضغط كاستمايز فلتر، بتتفتح لنا قائمة جديدة وكل فلتر بيبقى له الخصائص بتاعته. فده اللايتنينج أو الصاعقة بيبقى قدامنا زي قسمين للتحكم في الصاعقة او شكل الصاعقة. اول حاجة بيزك اللي هي الاساسي،
التحكم الاساسي، وفي ادفانسد ده حاجات اخرى يعني، او زي اوبشن اخر. لكن تعالى نتعرف الاول على بيزك ونشوف. لو احنا دلوقتي عملنا بلاي هنلاقي ان المشهد ده طبعا الاصل، وده اللي هو عليه الفلتر. نلاقي ان الصاعقة واقفة مكانها وعمالة بتتشعب ولكن ثابتة مكانها لحد الاخر. ده كده المشهد من اوله لاخره. طيب تعالوا نرجع من الاول ونشوف ايه اللي ممكن نعمله من خلال بيزك. اول حاجة قدامنا جلو دي هي درجة التوهج، طبعا بتبقى بالنسبة المئوية، يعني لو خليتها 100% بقى الصاعقة متوهجة جدا. اما الامكانية التانية هي فريكونسي، وهي التردد او التشعب. يعني لو احنا خليناها كده مثلا صفر، نلاحظ ان الصاعقة اصبحت مش متشعبة كتير، او التردد فيها قل. اما لو احنا زودنا نلاقي ان تشعبت اكتر واكتر، وكأنها كهرباء وزادت التشعبات بتاعتها. اما الامكانية التانية ambient light، وهي خاصة بخلفية الصاعقة. يعني ممكن مثلا نخلي المشهد نضلله ونخلي الصاعقة هي الاعلى، وممكن نخلي المشهد على حاله درجة التوهج بتاعته. يعني لو علمنا على stationary دي معناها تثبيت الصاعقة، يعني نخلي الصاعقة ثابتة مكانها، تتحرك بس مجرد تشعبات كده، ولكن تفضل مكانها ما تتحركش لا شمال ولا يمين. اما لو شلنا العلامة فكده الصاعقة ممكن تيجي في النص، تيجي هنا تيجي هنا، على حسب ما احنا ممكن كمان نتحكم في الحركة بتاعتها. ده بالنسبة للإمكانيات الأساسية. أما Advanced فدي بتدينا أوبشن أكتر، زي مثلا Lighting Color، ممكن نتحكم في لون الصاعقة من خلال الضغط هنا ونختار اللون اللي احنا عايزينه. قول أوكي. كده أهي الصاعقة بقى لونها أصفر. ممكن نديها مثلا لون تاني زي ده أهي، دي لو اديناها مثلا درجات الأزرق. أوكي كده أخدت اللون الأزرق. عندنا سيد، وهي خاصة برضو بالتشعبات، بشكل التشعب اللي بيطلع من الكهرباء الأساسية أو الصاعقة بيبقى شكلها إزاي. كذلك امبليتود، ممكن برضو نغير في شكل الصاعقة أو نزود التشعبات بتاعتها وحجمها. وفي تالت حاجة هنا برايتنس، وهي خاصة بتوهج شكل الصاعقة. يعني احنا لو خليناها 0% هنلاقيها انها اصبحت مش متوهجة قوي، ولكن لو علينا وخليناها 100% هيزيد درجة التوهج بتاعها. اوبستي دي خاصة بشفافية الصاعقة، يعني احنا ممكن نخليها شفافة جدا لدرجة انها تبقى خفيفة قوي على المشهد، وممكن نخليها اعلى حاجة على حسب القيمة اللي هنا. اما لينجث، ودي خاصة بطول التشعبات برضو بتاعت الصاعقة، أو يعني خليناها 100% هنلاقي إن أصبحت التشعبات الكهربائية اللي طالعة من الصاعقة عالية جدا وطويلة جدا مغطية على المشهد. ولكن لو قللناها وخليناها 1% مثلا، هنلاقي إنها عبارة بقت خط كهربائي بسيط. ده بالنسبة للقائمة بتاعت Advanced أو الاختيارات الأخرى. فكرة الكي فريم، ما هو الكي فريم؟ الكي فريم هي عبارة عن ان احنا زي بنحدد نقاط، زي من والى من والى، ومن نقطة لنقطة نقدر نحرك الصاعقة دي. طيب الكلام ده ازاي او ايه معناه؟ احنا عندنا نقطتين موجودين، اللي هي نقطة البداية اللي هي قدامنا لونها احمر دي، ونقطة النهاية اللي هي هنا، يعني اول المشهد واخر المشهد. لو تلاحظوا لما جيت حركت المؤشر بتاع الحركة او عملت بلاي، هلاقي ان نقطة البداية الصاعقة لونها ازرق، ولكن لما وصلت لنقطة النهاية اتحول لونها الابيض. ليه؟ لان ده الضبط الاساسي اللي كانت عليه. طيب نطبق الفكرة برضو اكتر ونفهم. لو انا مثلا قلت انا عايز احرك الصاعقة دي من هنا
من نص منتصف الشاشة لحد مثلا ناحية اليمين من أول المشهد لآخره، يعني في البداية تبقى كده وفي آخر المشهد توصل لهنا. أحركها إزاي؟ هحركها كالتالي، إن أنا هجيب المؤشر بتاع الحركة الشريط أو اللي هي خاصة بالتشغيل هجيبه للآخر خالص، وهاجي عند المشهد الأساسي اللي هو النسخة الأساسية. هلاحظ إن في نقطتين، نقطة خضراء ونقطة زرقاء وعلامة زائد. ممكن علامة الزائد دي أحركها، كل ما أحركها في المشهد اللي هو الأساسي اللي قدامي بلاحظ إن في المشهد النسخة التانية اللايت بيتحرك أو الصاعقة بتتحرك. أهو أهو. طب أنا بقى عايز أجيبها ناحية اليمين، طبعا أنا أروح ضاغط وساحب علامة الزائد دي ناحية اليمين، خليها هنا كده عشان تبقى مظبوطة أكتر. نلاحظ أنا عملت الحركة دي إمتى؟ لما جبت المؤشر على النقطة الأخيرة، وكأني قلت يا مؤشر أو لما تشتغل من البداية افضل امشي 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 امشي، ولما توصل هنا هاتلي الصاعقة تكون ناحية اليمين. طب تعالوا نشوف تأثير اللي أنا عملته إيه. في البداية كانت الصاعقة في منتصف الشاشة، ولما عملت بلاي فضلت الصاعقة تتحرك تتحرك تتحرك. نبص طبعا للمشهد الأساسي، منبصش هنا، نبص آسف للمشهد اللي هو عليه المؤثر مش هنا. تفضل تتحرك 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 لحد لما توصل في النهاية في النقطة اللي أنا حددتها. طيب هنعمل حاجة تانية، نلاحظ إن هنا في بداية المشهد الصاعقة كان لونها أزرق. طيب أنا عايز أخليها لما توصل لنهاية المشهد لونها يصفر مثلا، ما يبقاش أبيض. هروح جاي جايب المؤشر اللي هو خاص بتشغيل أو عرض المشهد، وهجيبه على النقطة الأخيرة، وهروح مغير لون الصاعقة. بدل ما هو أبيض ده طبعا هلاقيها في أدفانسد، خليها لونها مثلا يبقى أصفر، وهقول له أوكي أوكي. لو انا دلوقتي رجعت المؤشر للبداية هلاقي لونه اسود عادي في منتصف الشاشة. طيب كل لما يجي يتحرك يبتدي تدريجيا يتحول لونه للاصفر، والحركة بتاعته تتجه الى يمين الشاشة لحد ما يوصل للنقطة التانية يكون تم الحركة اللي انا عايز يعملها. نقطة البداية دي اسمها كي فريم، ونقطة النهاية دي اسمها كي فريم. طيب هل ممكن ان انا اعمل كي فريم في منتصف المشهد بحيث ان انا اعمل اكتر من حركة، ما تبقاش حركة واحدة، واغير اللون بتاع الصاعقة اكتر من مرة؟ ده فعلا ممكن. نلاحظ ان مكتوب قدامنا تايم، وقت، يعني نيجي هنا مثلا اهي ثانية، ونيجي هنا ثانيتين، نيجي هنا، يعني على حسب نقطة الوقت اللي احنا عايزينها بوجه المؤشر. يعني مثلا هقول له تعالى في الحتة دي، تمام قوي هنا، وهروح عامل ضاغط على علامة زائد اللي هي موجودة هنا. علامة زائد دي لو انا جبت عليها مكتوب add keyframe، يعني يضيف نقطة. اهو ضفت زي نقطة تانية ممكن اوجه فيها اللايت او اوجه فيها الصاعقة، وهحرك اللايت ده مثلا هخليه يسار الشاشة اهو، وممكن كمان هغير لونه اخلي لونه مثلا احمر. اوكي بصوا بقى ايه اللي هيحصل. لو انا جبت المؤشر البداية هلاقي في النص لونه ازرق عادي وفي منتصف الشاشة، جه اتحرك لحد ما يوصل للنقطة اهي اللي انا خليتها في نص المشهد، بقت الصاعقة لونها احمر وتوجهت يسار الشاشة. وبعد كده طبعا المشهد بيكمل عادي شغال عادي، يروح بعد كده ينتقل للاخر خالص ويعمل الحركة التالتة اللي هو يجي يمين الشاشة ويبقى لونه اصفر. وعلى الاساس ده انا ممكن احط اكتر من كي فريم،
يعني ممكن اخلي الصاعقة دي تمشي، امشيها مع جسم. طيب انا لو حبيت احذف الكي فريم دي، بروح جاي عليها ضغط عليها، وبعد كده اروح دايس على ريموف كي فريم او علامة السالب دي او الناقص، فبتتحذف الكي فريم وبترجع بطبيعتها نقطة بداية ونقطة نهاية. دلوقتي احنا هنعمل تطبيق كده عملي على المشهد اللي قدامنا، ان انا عايز احرك اللايت ده ان يتحرك مع المكعب اللي في المشهد اللي هو لونه ابيض اللي المفروض سامي يوسف بيصوره. هعمله ازاي؟ اولا احب اقول برضو ان في النقطتين الاولانيين دول، خلينا بس هنا في الكي فريم رقم اللي هي الاولانية، نلاحظ ان في نقطتين، هو النقطة الخضراء والنقطة الزرقاء. طب النقطة الخضراء والزرقاء دي خاصة بان احنا ممكن نغير زاوية الصاعقة. بصوا، لما انا كأن الخط ده كده، ده عبارة عن خط الصاعقة. خط الصاعقة بادئ من اللون الاخضر اللي هو نعتبره هنا لحد اللون الازرق اللي هو بنعتبره هنا، يعني ده اللون الاخضر وده اللون الازرق، وعلامة الزائد دي هي بس انا عشان اسحبها واحرك بيها الصاعقة. طب يعني انا لو دلوقتي جيت اللون الاخضر اللي بيمثل لي بداية الصاعقة من فوق وخليته على المكعب ده كده، نلاحظ ان الصاعقة اهي ابتدت من هنا، وهاجي عند اللون الازرق وهجيبه هنا اهو، ايه اللي حصل؟ دلوقتي الصاعقة اصبحت على المكعب. ونلاحظ واكد انا عملت الخطوه دي وانا مخلي المؤشر على الكي فريم الاولانيه او نقطه البدايه. طب لو انا شغلت وعملت بلاي على الحال ده، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان المؤشر ماشي ماشي بس بعد عن المكعب اهو، وصل لنقطه النهايه فين اهو، جه على يمين الشاشه زي البرمجه الاوليه اللي احنا عملناها، لكن احنا عايزينه يمشي مع المكعب، فهروح مرجع هنا وهحرك المؤشر شوية مثلا لحد كده، تمام، وهروح عامل كي فريم على النقطة دي مثلا، وبعد كده هروح جايب بداية الصاعقة برضو على المكعب والنهاية برضو تيجي حوالين المكعب. فاللي هيحصل كالتالي، لو عملنا بلاي ادي نقطة البداية وبلاي، نلاقي ان الصاعقة ماشية مع المكعب. طيب بس لو كمل هنلاقي ان برضو الصاعقة بتبعد عن المكعب، وكذلك هنضيف كمان واحدة كي فريم هنا ونخلي نقطة البداية بتاعت طرف الصاعقة على المكعب، ونقطة النهاية اللي هي لونها ازرق نفس الشيء. وده التأثير، ادي نقطة البداية، نلاقي الصاعقة متابعة حركة المكعب لحد مثلا النهاية خالص نفس الشيء. فهلاقي ان الصاعقة ماشية مع المكعب. طيب دلوقتي نقدر نلعب في حاجة تانية غير الحركة. طبعا من خلال الكي فريم دي ممكن كمان نغير الالوان او نغير توهج الصاعقة او تشعب الصاعقة. لو جينا مثلا عند الكي فريم الاولانية، هاجي عند بيزك الأساسية وهخلي الجلو بتاعها أو درجة التوهج تقل شوية، خليها خفيفة، والفريكونسي اللي هي الحركة أو التردد هقلله شوية، خليه عبارة عن إيه، عن خفيف، وأدي أدفانسد مثلا هغير اللون هخلي لونه أصفر. أوكي، وهتيجي تمشي بس لونها هيتغير طبعا، لان في الكي فريم التانية كان اللون ازرق،
فبرضو ده كمان هخليه لونه مثلا اصفر برضو، وهزود درجة الجلوس شوية او درجة التوهج حبة، وهاجي في ادفانسد هزود اللي هي خلي الطول زي ما هو عشان انا مش عايزها تزيد قوي، بس ممكن برضو نزودها خفيف كده. والاوبستي هنخليها اللي هي الشفافية، هنخليها على حالها 100%، فان النتيجة انها هتبقى كده. ممكن بعد كده نيجي في الكي فريم التانية اللي هي دي، اللي هي بقى لونها ابيض، هخلي لونها المرة دي مثلا مدي على ازرق شوية. اوكي، مثلا خلي ازرق اكتر، وهقلل التوهج شوية لو، وهكذا. طبعا انا عمال يعني بعمل بالتفاصيل ان احنا نقدر في كل واحدة من الكي فريم دي ممكن نغير من الاوبشن بتاع الصاعقة، لحد اما يعني ممكن تعمل اكتر من شكل. وهنيجي في الاخر نخليها لونها ابيض على طبيعتها احسن، وتبقى دي النتيجة. ان ادي نقطة البداية، لو شغلنا بلاي ابتدت اصفر والتوهج بتاعها زاد لما وصل الكي فريم دي، ابتدى التوهج يقل شوية وتحول لونها للأزرق لحد الكي فريم دي. طبعا اتحول لونها للأزرق لأن هنا في الكي فريم دي قلنا ايه، خلي لونها أزرق، وكأنه بياخد يعني بيعمل الخطوات اللي أنا عمال بعملها تدريجيا لحد ما بيوصل للآخر. اهي بتبتدي درجة التوهج تقل شوية ويرفع الصاعقة ويبقى لونها ابيض كده. ضفت اكتر من كي فريم، وكل كي فريم ليه برمجة بيطبقها تدريجيا على الصاعقة. مجرد ما بضغط اوكي بيتم تطبيق الفلتر على المشهد ده، ولو انا شغلت بلاي دلوقتي هنلاقي ان المشهد ماشي عادي خالص، وبعد كده بيدخل مرة واحدة اهو على المشهد اللي عليه الصاعقة وبتشتغل قدامنا عادي خالص بس، ويمشي المشهد عادي جدا، او بقية الكليب عادي، لان انا بقية الكليب ده مش حاطط عليه اي فلاتر. بكده تكون حلقة النهاردة انتهت. وطبعا بالنسبة للمشهد ده او الصاعقة دي، لو احنا حطينا مؤثر صوتي صوت كهربا خفيف كده او صوت صاعقة، هنلاقي ان الافكت ظهر اكتر او حصل تجسيم اكتر للمشهد. تابعوا معانا، شكرا على المشاهدة.